في مشكلة حلها قبل رمضان، في مشكلة عويصة أجلها إلى بعد رمضان، في محاولة كسوة بيت افعلها قبل رمضان، لأن رمضان شهر عبادة، شهر تفرغ. بارك الله بكم ونفع بكم، وجعل هذه القناة أسلوباً من أساليب الدعوة الحديثة إلى الله. وسيكون محور هذا الدرس ما نحن قادمون عليه بعد عدة أسابيع من فريضة تعد ثاني أكبر العبادات في الإسلام، لكن بادئ ذي بدء. العبادات في هذا الدين العظيم كما قال الإمام الشافعي معللة بمصالح الخلق، إن صح أن هناك مثلثاً لهذا الدين العظيم. المقطع الأول العقائد، والمقطع الثاني العبادات، والمقطع الثالث المعاملات، والمقطع الرابع الآداب. فالدين عقيدة وعبادة وأحكام تعاملية وآداب، والعقيدة تقع على رأس هذه الأقسام، وإن صحت العقيدة صح العمل، وإن فسدت العقيدة فسد العمل. المقطع الثاني هي العبادات. العبادات كما قال الإمام الشافعي معللة بمصالح الخلق، فالصلاة بنص القرآن الكريم تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله عز وجل ملك الملوك، خالق السماوات والأرض، يمكن أن يأمرنا أن نصلي، ولكن رحمة بنا أعطانا تعليلاً للصلاة. كلما كان الآمر أكمل أعطى المأمور التعليل، قال أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إذاً الصلاة معللة بمصالح الإنسان، تنهاه عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء والمنكر سبب هلاكه في الدنيا والآخرة. الآن هذا التعليل مهمته أنه من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر ما قطف الثمار من الصلاة، لئلا تقوم بأفعال لا معنى لها، لئلا تقوم بأفعال لا فائدة منها، لئلا تقوم بأفعال مفرغة من مضمونها. قال أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة طهور، يعني مستحيل أن يكون المصلي حقوداً، الحقد مرض، مستحيل أن يكون المصلي ظالماً، الظلم مرض، مستحيل أن يكون المصلي مستكبراً، الكبر مرض. واحد. الشيء الثاني، الصلاة حبور، سعادة أرحنا بها يا بلال، فالذي لسان حاله يقول أرحنا منها لم يقطف ثمار الصلاة. فرق كبير بين أرحنا بها وبين أرحنا منها. والصلاة نور، نور من خلال الصلاة ترى الخير خيراً والشر شراً، ترى الخير خيراً فتتبعه، وترى الشر شراً فتجتنبه. والدليل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به، نوراً تمشون به. فالصلاة نور، والصلاة طهور، والصلاة حبور، والصلاة ميزان. هل تستطيع
وبلا مجاملة. إن ارتكبت إثماً أو اعتديت على إنسان على ماله أو على عرضه أن تصلي، بإمكانك أن تقف وتقرأ الفاتحة وسورة، بإمكانك أن تركع وتسجد، لكن ليس بإمكانك أن تتصل بالله، لأن ذنبك حجبك عن الله عز وجل. فالصلاة ميزان، صارت الصلاة ميزان، فمن وفى استوفى. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فالذي لا يعلم ما يقول في الصلاة، إذن هو لم يصلي الصلاة التي أرادها الله. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. قال: الصلاة قرب بالقرآن الكريم، واسجد واقترب. الصلاة دعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصلاة ذكر، وأقم الصلاة لذكري. الصلاة معراج المؤمن. الصلاة أصل الطاعات وغرة العبادات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. إذاً العبادات في الإسلام معللة لمصالح الخلق، أي الصلاة. الصيام منطلق حديثنا: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعداً. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. معنى ذلك أنه في الصيام بحسب كلام الواحد الديان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلك إذا صمت وتركت كل المعاصي والآثام وأقبلت على الواحد الديان واشتققت منه النور رأيت الحق حقاً والباطل باطلاً. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذاً العبادات معللة بمصالح الخلق. الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. الغني يطهر من مرض الشح. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن أدى زكاة ماله أذهب الله عنه الشح. والفقير يطهر بالزكاة من مرض الحقد. الفقير يحقد، فإن أعطيت له الزكاة لا يغدو حاقداً. والمال يطهر من تعلق حق الغير به. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. التزكية أي أن نفس الفقير تنمو، لأنه شعر أن المجتمع لم ينسه. ونفس الغني تنمو حينما يشعر أنه أدخل الفرحة على قلوب الآلاف. والمال ينمو. التعليل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الحج: من حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال لبيك اللهم لبيك، ينادى لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. لذلك قال تعالى: لتعلموا أن الله يعلم. أنت لمجرد أن تعلم أن الله يعلم فقد حققت الثمرة من الحج. بل والنطق بالشهادة من أركان الإيمان، أن تشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قيل: وما حقها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. إذا قلت كلمة في بداية الدرس: العبادات في الإسلام معللة بمصالح الخلق. لو أردنا أن نقف وقفة متأنية عند الصيام،
من تعريفات الصيام أنه عبادة الإخلاص. كيف؟ قد يأتي رمضان في الصيف، واليوم في الصيف طويل، قد يقترب من 17 ساعة، والحر شديد، والعطش يكاد يميت الإنسان. تدخل إلى بيتك وليس في البيت أحد، والثلاجة فيها ماء عذب، فرات بارد نمير، ولا تستطيع أن تضع قطرة ماء في جوفك. لماذا؟ من يحاسبك؟ لا أحد في الأرض يحاسبك. لذلك كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. أول شيء الصوم عبادة الإخلاص، لكن ما حكمته؟ أنت في أشهر العام تأكل الطعام والشراب، هل تشعر بذنب إذا تناولت طعام الإفطار؟ هل تشعر بذنب إذا شربت كأس ماء في أيام الإفطار؟ هل تشعر بذنب إذا قاربت زوجتك وهي حلالك؟ أبداً، إطلاقاً، ولا واحد بالمليون. الأشياء المباحة الحلال التي أبيحت لك ولا شيء عليك لو مارستها محرمة في نهار رمضان. إذا كان تناول الطعام والشراب وهو مباح في غير رمضان محرماً في رمضان، فلأن تدع المعاصي والآثام من باب أولى. كأنه الله عز وجل قوى فيك الإرادة، أنت ممتنع عن الطعام والشراب، هل يعقل أن تكذب؟ هل يعقل أن تغتاب؟ هل يعقل أن تقول الباطل؟ هل يعقل أن تغش المسلمين؟ أنت تارك الطعام والشراب الحلال تاركه، فلأن تدع الحرام من باب أولى. فكأن الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر قوى لك الإرادة، قوى لك الإرادة على أن تصوم رمضان. يعني الإنسان أحياناً يستسهل دورة محدودة، قد لا يحتمل أنه يدرس ل50 سنة قادمة، أما دورة 30 يوم فقط. بالمناسبة من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يعني للتقريب المفاهيم المعاصرة، واحد في عليه 8 ملايين دين، أمواله كلها محجوزة، عليه محاكمة وعليه سجن، قيل له افعل هذه الأفعال ل30 يوماً فقط وبعدها معفى من كل شيء. 8 ملايين ألغيت، والمحكمة ألغيت، والحجوزات ألغيت، هل يتردد الواحد منا ثانية؟ أنت في رمضان تفتح مع الله صفحة جديدة. من صام رمضان هذا في الصحاح إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذاً أنت أمام فرصة ذهبية كي تفتح مع الله صفحة جديدة. لكن في فكرة دقيقة، أنت يجب أن تكون سرعتك في رمضان 100، أنت هون 0 أو 1، أنت ما بتقدر تمشي على 1 ل29 شعبان وتقفز رأساً ل100، ما بتقدر، مفروض تطلع هيك، يعني تهيئ نفسك. في مشكلة حلها قبل رمضان، في مشكلة عويصة أجلها إلى بعد رمضان، في محاولة كسوة بيت افعلها قبل رمضان، لأنه رمضان شهر عبادة، شهر تفرغ،
والحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في رمضان، يعني انقطاع عن العالم الخارجي كلياً. أنا قد لا يعني أحثكم على أن تعتكفوا، للحياة معقدة، الحياة معقدة جداً، ولكن معنى الاعتكاف أن تنقطع عن العالم الخارجي، عن عالم القيل والقال والسؤال والجواب والنقد والهموم والأحزان. هذا شهر دورة تدريبية مع الله، لأن العبادة فيها شحنة. أوضح مثل الهاتف المحمول يحتاج إلى شحن، إن لم تشحنه تنطفئ شاشته ويسكت، أصبح قطعة بلاستيك لا قيمة لها إطلاقاً. وأنت كمؤمن تحتاج إلى شحن. الشحن كم نوع؟ في عندنا شحن يومي، كلما وقفت للصلاة فأنت من أجل أن تشحن شحنة روحية. لذلك إن ناشئة الليل هي أشد وطئاً وأقوى مقيلاً، إن لك في النهار سبحاً طويلاً. أنت حينما تشحن في صلاة الفجر تشعر طوال اليوم أنك ترى الحقيقة، وأنك مالك لجوارحك، وأن كلامك سديد، وأن قلبك مستنير، وأن نفسك مطمئنة، وأن رحمة الله تحوفك، وأن توفيق الله عز وجل يؤيدك. إذاً الصلاة شحنة، لكن طبيعة الصلاة ثلث ساعة شحنة من الصباح إلى الظهر، الظهر شحنة ثانية إلى العصر، العصر شحنة ثالثة إلى المغرب، المغرب شحنة إلى العشاء. صلاة الفجر كنت نائماً، كنت بالفراش، فالسنة قبلية، ساعتك نايم، فالسنة قبل الفرض، السنة تدريب، الفرض صحيت، باعتبار تعبان طول النهار، السنة بالعشاء بعدية، يعني السنة أقرب إلى النوم، الفجر السنة قبلية، العشاء السنة البعدية. الفجر صافي، نفسك صافية، ركعتان تكفيان. الظهر كنت في المحل التجاري، واحد أكل عليك مبلغ، والثاني زعجك ما اشترى، والرابع طالبك بدينة، أنت مشوش، أربع ركعات، تنتين قبل تنتين بعد. دائماً الركعات القبلية تهيئة، والبعدية ترميم، ما فاتك من الفرض ترممه في السنة البعدية. لذلك صلوات النهار طويلة، أما الفجر قصيرة، فايق صافي، شحنة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما. هلأ رمضان 30 يوم، 30 يوم صيام، 30 يوم قراءة قرآن، 30 يوم ذكر، 30 يوم صلاة في الفجر في المسجد، 30 يوم صلاة العشاء في المسجد، 30 يوم كل يوم 20 ركعة تراويح، 30 يوم إنفاق، 30 يوم غض بصر، 30 يوم ضبط لسان. رمضان شحنة من العام إلى العام، الحج شحنة إلى بقية العمر. هيك في شهر، شهر سفر وترك الأهل والأولاد واستقبال الكعبة والطواف والسعي والوقوف بعرفات والوقوف بمنى ومزدلفة إلى آخره. إذاً العبادات شحنات، وكلما كان الأمد أطول كانت الشحنة أشد. طيب، هذا معنى. في معنى ثاني الصيام، يعني الصيام بادئ ذي بدء عودك على أن تطيع الله، لأنك تركت المباحات فلأن تدع المنهيات من باب أولى. إذاً المسلم يصوم فمه وجوارحه في رمضان، وبواحد شوال
يفطر فمه فقط وتبقى جوارحه صائمة إلى نهاية العام، يعني غض بصره، ضبط لسانه، تحري الحلال، هذا طوال العام. أي واحد. إذاً الصيام تقوية الإرادة على طاعة الله. نحن نتمنى من أعماق أعماقنا ما يكون صيامنا صيام حديث. موسم رمضان في المجتمعات المعاصرة موسم الأفلام، موسم الفن، موسم السهرات، موسم الولائم، موسم التخمة، موسم يعني السهر إلى ساعة متأخرة من الليل. المؤمن يجعل من هذا الشهر شهر عبادة لا شهر لقاءات وولائم وما شاكل ذلك، ولسه في طبقة، الطبقة المخملية والعياذ بالله، صيام رمضان عندها فولكلور. تأتي إلى الخيام الرمضانية، تبدأ الخيمة بتناول طعام الإفطار وتنتهي بالرقص والموسيقى والغناء. رمضان عند الشاردين موسم فني فقط، وكل الأعمال الساقطة يكتبون عنها إكراماً لقدوم شهر رمضان المبارك. نعم، نحن كمؤمنين هذا الشهر شهر عبادة، يمكن أن تقفز قفزة نوعية في هذا الشهر. في شيء ثاني، الله عز وجل قال وخلق الإنسان ضعيفا، ضعيف، لكنه قد لا يرى ضعفه، له منصب رفيع، قوي الشخصية، معه اتصالات، ألف إنسان يخضعون له، لكن برمضان الساعة 12 تشف لسانه، خواطره كلها كاسة مي باردة، كاسة عرقسوس، كاسة عصير، شيء بارد، كأن الله أراد في رمضان أن يشعرنا بافتقارنا إليه. لما الله عز وجل قال على الأنبياء كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، ما معنى ذلك؟ هذا الذي يأكل الطعام أي هو مفتقر في استمرار وجوده إلى تناول الطعام، إذاً هو ليس إلهاً. الله عز وجل قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. صمد يعني وجوده ليس مفتقراً إلى غيره، أما أنت وجودك كله أغلق أنفك تختنق، أنت مفتقر للهواء وأكثر من 3 دقائق بتموت، مفتقر للماء، مفتقر للطعام، مفتقر للنوم، مفتقر لزوجة، مفتقر إلى بعض الأدوات والأجهزة. لذلك في رمضان يشعر المؤمن بافتقاره إلى الله عز وجل، يعني هو ما العبودية؟ أن تفتقر إلى الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني مفتقرون. أما بحنين لم يكونوا مفتقرين، قالوا لن نغلب من قلة، نحن كثر. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أيها الإخوة، إحساسك بالجوع والعطش نوع من الافتقار إلى الله، يعني أنت عفواً ما تعرف قيمة هذا القميص الذي ترتدي إلا بالحج، من شفتين هون قميص له أكمام، له أزرار، فضفاض، نيت بنشفتين،
ما بتعرف قيمة الثياب إلا في الحج. لذلك من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أرنا نعمك بوفرتها لا بفقدها. يعني الشيء بالشيء يذكر. نحن كنا ننعم بما يسمى بتوازن القوى في العالم، في معسكرين كبيرين بينهما حرب باردة، وكلما تحرك معسكر ليأخذ ما ليس له تصدى له المعسكر الآخر، فكل الدول الضعيفة تنعم برخاء وبأمن واستقرار لأنه في معسكرين. لكن يوم كنا نعيش هذه الحرب الباردة ما كنا نعرف قيمة أن يكون في الأرض معسكران، أما حينما انفرد قطب واحد رأينا منه الأهوال، رأينا منه القهر والنهب والسلب والإذلال، رأينا منه أنه فرض علينا ثقافته وإباحيته. إذاً البطولة أن ترى النعمة بوفرتها لا بزوالها. جميع الأغبياء يعرفون النعم عند غيابها، لكن الأذكياء والموفقون يعرفون النعم بوفرتها. لذلك مرة سأل وزير ملك وقد طلب كأسا من الماء، قال له: يا أمير المؤمنين، بكم تشتري هذا الكأس من الماء لو منع منك؟ قال: بنصف ملكي. قال: فإذا منع إخراجه؟ قال: بنصف ملكي الآخر. ملك طويل عريض يساوي كأس ماء. لذلك نحن في رمضان مفتقرون إلى الله، مفتقرون إلى الله لكأس ماء، لقمة طعام. نعم. في شيء ثاني، في فكرة وفي معاناة. يعني لو أن لك صديق نشب خلاف بينه وبين زوجته، فزوجته تركته إلى بيت أهله، أنت عندك فكرة أن زوجة صديقك ذهبت إلى بيت أهلها، هذه فكرة لا تقدم ولا تؤخر ولا تؤثر أبداً على سلامتك وسعادتك. أما الصديق يأتي ظهراً ما في زوجة، ما في طبخ، ما في طعام، الأولاد يحتاجون إلى عناية، الصديق عنده المعاناة وأنت عندك فكرة هجر الزوجة، الفرق كبير. يعني مثلاً لو أريتك خارطة لقصر وفيها كل شيء، كم طابق، الغرف مساحاتها، الشرفات، هي فكرة. أما أن تملك هذا القصر شيء ثاني. لو قلت لك 100 مليون دولار، واضحة الفرق بين أن تملكها وبين أن تنطق بها، فرق كبير جدا. 100 مليون دولار النطق بها سهل جدا. لذلك برمضان الفقير ما تعرف معاناته أبداً. الفقراء في أول الثورة الفرنسية ما وجدوا الخبز، بتقول مالي أنطوانيت يأكلوا جاتو. إذا واحد ما وجد خبز يأكل جاتو أطيب، ما في معاناة إطلاقاً. لذلك قالوا: لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. أنت برمضان يمكن أن تعاني مشكلة الفقير، أنت جائع. الذي ملأ معدته الأكل لا يعنيه، أما الجائع منظر الأكل، رائحة الطعام تعنيه. إذاً يمكن أن تشعر بجوع الفقير في رمضان، وأن الجوع شيء لا يحتمل. الله عز وجل ذكر نعمتين عظيمتين من نعمه، قال: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أكبر نعمتين على الإطلاق أن تأكل
فلا تجوع، وأن تأمن فلا تخاف. هلأ أكبر عقابين للأقوام الفاسدة، ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أذاقها الله لباس الجوع والخوف، يعني أكبر نعمتين الشبع والأمن، وأكبر نقمتين الجوع والخوف. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. واضح؟ إذاً أنت في رمضان فضلاً عن أنك تستعين بالصيام على طاعة الله التامة، لأنك تركت الحلال، تركت المباح، فلأن تدع الحرام من باب أولى. وثاني شيء، أعانك الله بالصيام على أن تشعر بجوع الفقير، أعانك الله بالصيام على أن تشعر بعبوديتك لله عز وجل. لكن في شيء رابع، الصيام عبادة جماعية. تصور بلدنا 5 ملايين بدمشق يأكلون في ثانية واحدة عقب إطلاق مدفع الإفطار، الطرقات فارغة. عبادة جماعية، النظام محبب، فكأن الله سبحانه وتعالى أرادنا أن ننظم. تلاقي برمضان في نظام، الإمساك عن الطعام يتم مع أذان الإمساك، خلاص. الصلوات في المسجد، الفجر في المسجد، العشاء في المسجد، الإفطار بوقت واحد. لذلك الصيام عبادة جماعية، يعلم التعاون، يعلم النظام. أنا حدثني مرة أخ والده ضابط، قال لي نحن من 30 سنة نتناول طعام الغذاء مع دقات ساعة بيجبن، ساعة 2. في بالبيت نظام صارم، وجبات الطعام إلى أوقات. فكل ما سرى النظام، النظام حضارة أيها الأخوة. أحياناً بيجي سائح أجنبي بيلاقي الطرقات برمضان عند المغرب فارغة، شو في؟ يحس إنه في عبادة جماعية. يعني الله عز وجل أرادنا أن نكون منظمين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص. الصلاة كمان فيها نظام. في أوقات واحد مرة قال لي أنا بصلي عصر قبل دخول الوقت أريح، إذا عندي سفر ما بيصح. يعني في نظام صارم جداً في الصلوات الخمس، في الصيام. واحد حج بيت الله الحرام، له منصب رفيع بمصر، أثناء العودة بالطائرة قال والله في عناية بالغة، لكن لو ساووا الحج على 5 دورات كل شهرين دورة ما بيكون في ازدحام. أين هو من فهم هذه العبادة؟ هي عبادة اجتماع. يعني أنا كنت في القاهرة في مؤتمر إسلامي، طلبت طلباً شديداً لاقتراح وزير أوقاف مسلم، قال لو أن كل حاج باستمارته تنكتب حرفته وعلى الكمبيوتر بينفرزه. مثلاً مدرسو الجامعات يعقدوا مؤتمر بميناء، شو في مشكلات؟ شو في هموم مشتركة؟ شو في عنا حلول عندكم؟ الصناعيين ساووا مؤتمر، المزارعين مؤتمر، التجار مؤتمر، أصحاب الوظائف المعينة مؤتمر. كأنه الحج أرادك الله أن تلتقي بكل المسلمين.
والحقيقة بالحج الإنسان يرى من كل الجنسيات، من جميع الجنسيات يراهم. إذاً أرادنا الله في الصيام أن تكون عبادة جماعية. نعم. والعزائم التي يقوم بها المؤمن ويفتقر إليها بعض المؤمنين تؤدى في رمضان بيسر وسهولة. إذاً أيها الإخوة، هذه بعض يعني الملامح التي تلوح في الأفق لهذا الشهر الكريم الذي هو فرصة ذهبية لا تعوض إلا بعد عام آخر، كي تصطلح مع الله. وبالمناسبة، إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. إذا رجع العبد إلى الله أنسى الله الملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. ورمضان فرصة لفتح صفحة جديدة مع الله، فرصة جديدة للإقبال على الله، والحمد لله رب العالمين.